السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواني اخواتي على قناة المحترفة. اليوم معنا ابديت حق بيبل شير. يلا بينا على الشرح. في بعض الناس تسألني عن الخاص كيف طريقة الابديت حق الموقع هذا. الموقع هذا لساته شغال طبعا، في على بيبل شير شير وركين وفي بيبل شير نتوركين. انت لازم تتسجل في الحسابين، اللي متسجل معانا في الايردروب الاول اكيد عنده حساب وحسابه بيدخل الحين حصله شغال، واللي راح يتسجل الحين بيروح يتسجل في الاول وفي الثاني بنفس الايميل، وبيفعل البطائق الشخصيه في الاول وفي الثاني. راح اراويكم مثلا بندخل على بيبل شير وركين، هذه هي عشان ما نضيع وقت. هذه كنا تسجلنا فيها قبل زمان صح، وصارت مشاكل فيها وصارت إحالات وهمية عموما، بس أنا الحين سحبت منها الرصيد هذا الترانزاكشن. عفوا بدخل الحين قدامكم، ساينجين اوكي. هذا حسابي، هذا الرصيد اللي خليت فيه اوكي. هنا ترانزاكشن، اخر ترانزاكشن سويته، هذه 72 قطعة. على وين؟ على هذه الثانية اللي خبرتكم عليها، اللي هذه لازم تتسجل فيها ولازم تفعل الوثائق ومع بنك ستيتمنت. بس تكتب الكود حق ستيتمنت حقك والعنوان وين موجود البنك حقك وكل شيء، وبطاقة شخصية من أمام وخلفي واسمك بالكامل كل شيء. راح تجيك هاي الواجهة، أول ما راح تفعل البطائق راح تجيك هاي الواجهة. عشان أثبت لكم إنه سحبت من الموقع الأول هذا بنروح على ترانزاكشن. هذه هي، هو أعطاني بونس أول ما تسجلت فعلت verification، أعطاني 1327 قطعة اوكي، ما يعادل 100 دولار. فالسحبت اللي سحب بالحين 72، الحين وصلت الساعة كم؟ قبل ربع ساعة تقريبا، 10 ماي اوكي. في المنصة هذه لسه الناس ما تسجلت، تسجل تغتنم الفرصة، بتاخد على التفعيل 1327. بنروح على الوالد عشان الناس اللي تبغى بعد شو يا ربي تبيع العملة، اللي يبغى يبيع العملة وين راح يبيعها؟ بيبيعها اللي مثلا يروح على ترانسفير تو اكسشينج، ولا بيبيعها في المنصة. بنشوف قدامكم اذا سوينا سيل شو راح يعطي. لا ما انصحكم بيسل هنا اوكي. بنروح على ترانسفير تو اكسشينج، هذه وين؟ هذه هي جيتون اكسشينج، كنا تسجلنا فيها لما كان الايردروب الاولاني اللي هو هذا، كنا تسجلنا في الاكسشينج هذه. راح اراويكم، هذه هي لما كان الايردروب هذا، كنا تسجلنا في الاكستشينج هذا وفعلنا الوثائق نفس الشيء، وبعتنا من هنا بعد الكوانت بعد التوكن وصلتني 194. هنا تيجي تحول المبلغ اللي عندك هنا مثلا 105 دولار ل1399، تيجي تحولها على هاي الاكستشينج لما تفعل وثائق. شوفوا معايا انا في الثلاثة في يوم انفعل وثائقي. بنروح على verification كيسي verified اوكي. بنروح على my wallet، عشان اروح هنا انا لو ابغي ابيع الحين انا منتظر السعر راح يطلع طبعا، اكيد ما راح يضل ب 105 دولار، حرام ابيع 1399 قطعة ب 100 دولار. بتروح انت اذا محتاج مزنوق في المبلغ عادي تروح على transfer to exchange، لما تفعل الوثائق هنا عشان تضمن انه راح يوصلك المبلغ، تيجي هنا تسوي لها exchange
طبعا تحدد بيبال العملة. اوكي تيجي هنا على سيل، مثلا انا عندي هنا في هاي المنصة من الايردروب الاولاني يعني 194، ما يقارب 14 دولار، يعني 15 دولار تقريبا. نسوي له سيل، لما نسوي له سيل راح تحولنا لليورو. اوكي بنروح على ويدرو، هنا نضغط عليها، عندك حالتين في الويدرو، يا تحولها، نشوف قدامكم، يا تحولها على البنك حقتك اوكي، يا تيجي تحولها على الماي اثريوم والد، هنا بياخد 10 قطعة وخلاص. اذا حولتها لليورو بتحولها على البنك، اذا تبغى تسحب القطع اللي موجودة عندك 194 مثلا او كم عندك انت، كده كده بتروح تجيب من هنا 1399 تحطها هنا، تحولها خلاص. كده كان الشرح، وعلى فكرة الموقع هذا لساته شغال، هذا لساته بيبعت الحين، اللي بيدخل انا بحط الثلاث روابط وكلهم لازم تفعلون فيها الكيسي، اللي بيدخل بيشوف الفرق الاولاني والثاني. انت لما تيجي تحصل الرصيد عندك هنا تروح تسوي له ترانسفير تو نتوركين، راح يجي على هذه المنصة، ومن هذه المنصة راح تسوي ترانسفير تو اكسشينج، راح يجي على هذه المنصة. هذا هو كان شرحي اليوم، اشوفكم في شرح تاني، ومع السلامة.